هذه ممنوع تمشي تجاوز سرعة 30. ممنوع تفوت 30. مش ما هذه مش ممنوع. مش ممنوع بالاحمر. صحيح. هذه ارشاد، هذه ارشادات مش عارف قلت لك والله ما نعرفها اكزاكت واش تعني. مش من ممنوع. طيب واش ندير انا؟ انا كي نشوفها سوا دي زون نمشي 30. نمشي 30 الو. جو سي با. السلام عليكم اخ كريم، تقدر توصف لي الاشاره هذه؟ هذه 30 تقدر تمشي 30 ولا تي باس اكثر بشويه بس على ما تعرفهاش دو بريفيرونس تمشي 30. ما تقدر تفوت تقدر ما تفوتش تقدر تفوت حبيت كما حبيت. اذا مشاهدي الكرام كانت هذه الاشاره اللي سقسينا عليها مواطنين يعني في الميدان في الطريق. على كل حال قبل ما نعطي الاجابه الصحيحه نسقسي الاستاذه بن سالم ابتسام، يعني واش تقدر تقول لنا الاشاره هذه؟ هذه الإشارة تدل على السرعة الأدنى 30. واحد. يعني أثناء السياقة ما لازم تفوق سرعتك فوق 30 ما لازمش من تحت. أكيد وهي الإجابة صحيحة. دوك هذه السرعة الأدنى الإجبارية يعني فيتاس مينيمال أوبليغاتوار، حاب يقول إجباري باسكو رانا في اللوازم إجباريات، إجباري علينا نفوتوا 30 وممنوع علينا نحبطوا تحت 30. دوك إجباري نفوتوا